بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعالى. وشرعه بعد ذلك يقدم قومهم وهو كان رائدهم وكان زعيمهم في مكان بورقيبة بنقيبة بنقيبة ما قلناش بورقبة. وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني ما شالوا في بالهم اللي يمشي يلزم لعين الحياة والخلود والمجد والتسلط وكذا. ما هم المصريين من النوع هذا مضروبين، الأغلبية فيهم اللي ما همش مسلمين يكونوا من القبط ولا يكونوا مسلمين الدجالين الفاعل فيهم إبليس اللعين. من نوالي ضربتهم ذلة أكل كومبليكس دانفورميتي، عقدة الدنيا، عاد باش يعملوا التعويض يعملوا يتمهاو بزعيمهم الكلب فريع اللي نار كله وربنا وربنا تقعد راك على ربي فيك يكون تنفع تكون أنا من الخاسرين الأول في هذا العصر البغي. يقدم قومه يوم القيامة فأرادهم، يعني وصلهم بإيحاء أنهم مشيوا لخير الحالات، يعني كما العطاش وعدهم باللي مش توصل من عين ما يتبعوا. فأرادهم النار فكانت العاقبة غير ما كان ينطق به أو يشار إليه أو يلمح إليه. فأرادهم النار وبئس، هذا حكم الله وهذه شهادة الله التي لا ترد، وبئس الورد المورود، يعني نهاية كارثية فهي بئيسة على أهلها. نعود إن شاء الله تعالى.